هي التي تحاول أن تكون الوسيط لتقريب وجهات النظر، وده اللي بيفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده اللي بيحاول أيضا يعني الدبلوماسية المصرية ووزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية الموجودة في هذه الدول، هذا هو جزء من دورها. يمكن يعني لجنة الشؤون الإفريقية لنا عضو داخل لجنة النزاعات في البرلمان الإفريقي، ويعني بيعرض كل ما يدور داخل القارة الإفريقية من نزاعات، ولنا صوت داخل اللجنة ولنا رؤية داخل هذه اللجنة تطرح من خلال مصر. فيعني كل هذه المواضيع مطروحة ومصر مشاركة فيها وبقوة يعني. طيب دكتورة، عودة مصر إلى الاتحاد الإفريقي بعد فترة الانقطاع أو تعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، البرلمان الإفريقي يعني إلى أي مدى تغيرت الصورة بالنسبة للبرلمان الإفريقي، ورأى أن مصر كانت أو القيادة المصرية كانت على صواب عندما اتخذت الكثير من القرارات في الفترة الأخيرة؟ يعني الترحيب بالوفد المصري داخل البرلمان الإفريقي والرؤى التي طرحها النواب المصريين داخل جلسات البرلمان المصري تدعو إلى الفخر. يمكن الجلسات كانت تبث مباشر والتعليقات كانت يعني تأتي مباشرة من الدول المختلفة. يمكن في أحد الجلسات الثنائية التي أجريت مع وفد دولة بروندي، كان الرئيس البروندي ينتظر نتيجة هذا اللقاء، وكان اللقاء حول العلاقات المصرية البروندية. فيعني خلينا نقول أن رؤية باقي الدول الإفريقية لمصر تغيرت، ويتضح ده تماما من سواء استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في أي دولة يتوجه إليها إفريقيا، أو استقبال الوزير سامح شكري، يعني هو قام بجولة مكوكية على الدول الإفريقية قبل القمة. يعني ده مؤشر لمكانة مصر ولتغير الصورة التي أدت إلى أن مصر كانت مجمدة عضويتها في الاتحاد الإفريقي وعادت وبقوة. الحقيقة مصر كمان يعني بترى أن حدود الأمن القومي المصري لا تتوقف عند الحدود الجغرافية، ولكن بتمتد إلى الكثير من قلب الدول الإفريقية. في ده كانت رؤية مصر في توطيد العلاقات بشكل أو بآخر. المطلوب كمان من رجال الأعمال المصريين إلى جانب الجهود اللي بتقوم بها القيادة السياسية، إيه المطلوب خلال المرحلة القادمة من كل المصريين، وهنا بنقصد رجال الأعمال تحديدا، في توطيد العلاقات المصرية الإفريقية وأهمية أن يكون هناك مصالح مصرية إفريقية من خلال رجال الأعمال؟ يعني خلينا نقول أن القارة الإفريقية هي قارة خصبة وقارة بكر لم تلوث ولديها من الخيرات الكثير. ده دور رجال الأعمال المصريين، لأن هذا العائد لن يعود على مصر فقط، ولكن سيعود على كافة دول القارة. يعني خليني أقول لك أن احنا على أرض واحدة، الشعوب هي من وضعت الحدود للفصل ما بين الدول، ولكن في الأول يعني أولا وأخيرا هذه أرض واحدة. المواد الخام اللي موجودة في مصر تكمل المواد الخام الموجودة في أوغندا، وتكمل المواد الخام الموجودة في إثيوبيا وفي أوغندا وفي جنوب إفريقيا. خلينا أقول أن هذا التكامل لابد أن يأتي من خلال رجال الأعمال ومن خلال المستثمرين. جلسات الاستماع اللي هتجرى قريبا داخل لجنة الشؤون الإفريقية هيتم استدعاء فيها رجال الأعمال والمستثمرين لتوضيح الرؤية حول القارة الإفريقية، لدراسة كيفية التبادل التجاري والاستثمار داخل القارة الإفريقية. ده دور رجال الأعمال وده دور المستثمرين، إن احنا لو بندور على مكانة مصر فمكانة مصر هي وجودها في قلب القارة الإفريقية، وده اللي احنا بنعمل عليه ايضا. يعني
كان ضيفي من الأسبوع اللي فات في برنامج من القاهرة هنا في النيل أحد الخبراء الاقتصاديين، فكان بيتكلم على التعاون مع دول حوض النيل وهما بينظموا حاجة كنوع من القمم المتعلقة بالشؤون الاقتصادية المتعلقة بدول حوض النيل تحديدا. قال إن رجال الأعمال في الدول الإفريقية عندهم شكوى من صعوبة الحصول على التأشيرات بالنسبة لمصر ووجودهم ونشر أفكارهم وما إلى ذلك. ده مطروح الإشكاليات اللي بتقابل ده مطروح وبقوة، لأن احنا وجهت لنا هذه الشكوى. فيعني جاري دلوقتي يعني الطرح على الحكومة. مش معقول يكون كل الجهود السياسية اللي بتبذل ويكون عندنا مشاكل بالشكل ده يعني. أكيد طبعا، يعني جاري بقى الآن العمل على تسهيل هذه العمليات من خلال منح مثلا تأشيرات للمستثمرين، منح مميزات للمستثمرين. سواء كمان يا سيادة النائب لابد يكون في آلية مختلفة من الجهات المختلفة، يعني مش معقول الرئيس يكون بيلعب دور سياسي غير عادي في القارة الإفريقية وتيجي تلاقي رجال الأعمال الأفارقة مش عارفين يخشوا البلد اللي أنت كمان يعني بتحاول توطد العلاقات معاهم. يعني ما هي دي اللي احنا بنتكلم عليها، يعني بيشتغل مع مين يعني؟ يعني الرئيس خطواته سريعة، والحكومة قد تكون أقل منه في السرعة. اللي بتحاول لجنة الشؤون الإفريقية في البرلمان هي أن تكون خطة الحكومة متوازية ومواكبة لخطة الرئيس. هو ده مش هيحصل بس إلى حد ما، يعني ده اللي احنا بنحاول نعمله، وده إن شاء الله اللي احنا هندفع ليه. أصل لجنة الشؤون الإفريقية ده شغلها الشاغل، يعني العلاقات الإفريقية فقط. أنا تصوري أن أنتم بتشتغلوا مع كل مؤسسات البلد طبعاً. يعني بتشوفوا المشكلة منين، بتدرسوا كل الشكاوى المتعلقة بأي شيء متعلق بالقارة الإفريقية وتحاولوا تجدوا على اعتبار أنكم لجنة جديدة حلول وآليات تكون ثابتة في التعامل مع كل الملفات. بالضبط، هو ده الواقع. أنا بشكر سيادتك جدا، شرفتينا السيدة نائبة مي محمود أمين سر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، شرفتينا في هذا الحوار، بشكرك جدا يا فندم. أنتم مشاهدينا الكرام لكم منا كل التقدير، حتى نلتقي في حوار خاص قادم بإذن الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.